علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبالسند المتصل عبيد الله بن يحيى قال حدثني يحيى عن مالك، حدثني يحيى عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع أنه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبهن أولا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الزرقاني مالك عن نعيم ابن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع، قال الإمام الزرقاني بن مالك بن عجلان الأنصاري من أهل بدر، مات في أول خلافة معاوية، وأبوه رافع صحابي شهد العقبة، أنه قال كنا يوما من الأيام نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، كما في رواية النسائي وغيره، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شرع في رفعه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده، وقال سمع الله لمن حمده، ظاهره وقوع التسميع بعد رفع الرأس، بعد رفع الرأس من الركوع، فيكون من أذكار الاعتدال. وفي حديث أبي هريرة وغيره أنه ذكر الانتقال وهو المعروف، أي قالها بين الركوع وبين الاعتدال في حالة الرفع، أنه ذكر الانتقال وهو المعروف، وجمع بأن المعنى لما شرع في رفع رأسه ابتدأ القول المذكور وأتمه بعد أن اعتدل. قال رجل هو رفاعة راوي الحديث، قاله ابن بشكوال مستدلا بما للنسائي وغيره من وجه آخر عن رفاعة صليت خلف رسول الله خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله الحديث، ونوزع لاختلاف سياق السبب، لاختلاف سياق السبب والقصة، اثنين اختلفن يعني، لأن هذا يعني بعد ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التحميد سمع الله لمن حمده، الرجل يعني خطرت عليه خاطرة فقال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه،
وفي روايته هو قال بسبب آخر غير السبب الذي ذكره غيره، وهو أنه قال ذلك لما سمع تحميد النبي صلى الله عليه وسلم، بل قاله تكملة لحمده للعطاس. ونوزع الاختلاف سياق السبب والقصة، والجواب لا يعارض أو لا يعارض، فيحمل وقوع عطاسه عند رفع النبي صلى الله عليه وسلم وأبهم نفسه، لكن في كل حالات الفرق واضح، كون قالها بسبب العطاس نتاع ما همناش في الموعد اللي قال فيه، وإلا قاله استجابة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند رفعه، فقعد المسألة فيها شيء. فيحمل وقوع عطاسه عند رفع النبي صلى الله عليه وسلم وأبهم نفسه لقصد إخفاء عمله أو نسي بعض الرواة اسمه. وأما ما عدا ذلك من الاختلاف فإنما فيه زيادة لعل الراوي اختصرها. ورأيت قديما إن لم تخن الذاكرة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل المأمومين عندما سمع هذا الرجل يقول هذه الكلمة لم يجبه أحد، لأن خاف صاحب القول خاف أن يكون قد أحدث شيئا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فما باش يتكلم، إلى أن كرر النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عندئذ اضطر لإجابته، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أنه كأنه لا بأس عليك، وإنما السبب هو أنه رأى ملائكة يبتدرون أيهم يأخذها فأرفعها إلى السماء. وراءه ربنا ولك الحمد بالواو حمدا نصب بفعل مضمر دل عليه لك الحمد، يعني مفعول مطلق، كثيرا طيبا أي خالصا عن الرياء والسمعة، مباركا أي كثير الخير فيه، كثيرا طيبا مباركا فيه. زاد النسائي وغيره مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قال الحافظ ففي قوله كما إلى آخره من حسن التفويض إلى الله تعالى، كما يحب ربنا ويرضى، من حسن التفويض إلى الله تعالى ما هو الغاية في القصد. وأما مباركا عليه فالظاهر أنه تأكيد، وقيل الأول بمعنى الزيادة والثاني بمعنى البقاء. قال تعالى وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، فهذا يناسب الأرض لأن القصد به النماء والزيادة لا البقاء، لأنه بصدد التغير. وقال تعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق، فهذا يناسب الأنبياء لأن يعني يناسب البقاء لأن البركة باقية لهم. أما النماء من عشب وشجر وغير ذلك فإنه متغير متجدد، لأن البركة باقية لهم. ولما ناسب الحمد المعنيان جمعهما. كذا قيل ولا يخفى ما فيه، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من الصلاة قال كما في النسائي من المتكلم، أي من المتكلم في الصلاة، ليعلم السامعون كلامه فيقولوا مثله، يعني كأن المسألة أصبحت تشريع بعد ذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الملائكة يبتذرون أخذها أصبحت شرعا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبه القوم على أنهم بإمكانهم أن يستعملوا ذلك في صلواتهم المقبلة
ليعلم السامعون كلامه فيقولوا مثله آنفا بالمد وكسر النون يعني قبل هذا، ولا يستعمل إلا فيما قرب. زاد النسائي فلم يتكلم أحد، ما جابها رواية النسائي اسمها، نعم أيوه، فلم يتكلم أحد ثم قالها الثانية، فلم يتكلم أحد ثم قالها الثالثة، فقال رفاعة بن رفع أنا، قال كيف قلت؟ فذكره، فقال والذي نفسي بيده الحديث. فقال الرجل أنا يا رسول الله، أي المتكلم بذلك، أرجو الخير، خاف الرجل، نعم بين حتى السبب الذي من أجله قال هذه الكلمة، نعم أرجو الخير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34، أي موافقة لعدد حروفه، وهي 33 حرفا، يعني كأن كل حرف اختص به ملك أو أراد ملك أن يختص بهذا الحرف، والبضع من 3 إلى 9، ولا يعكر عليه الزيادة المارة اللي هي إيه مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، نعم، ولا يعكر عليه الزيادة المارة، لأن المشار إليه هو الثناء الزائد على المعتاد، وهو حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى دون مباركا عليه، فإنها للتأكيد. ولمسلم عن أنس 12 ملكا يعني، وللطبراني عن أبي أيوب 13، وهو مطابق لعدد الكلمات على رواية مباركا عليه إلى آخره، ولحديث الباب. لكن اصطلاح النحاة، لكن على اصطلاح النحاة، وفيه رد على من زعم كالجوهري أن البضع يختص بما دون 20 ملكا، أي غير الحفظة على الظاهر، ويؤيده ما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا إن لله ملائكة يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر الحديث، وفيه أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة يبتدرونها، أي يسارعون إلى الكلمات المذكورة أيهم يكتبهن، وللنسائي أيهم يصعد بها، وللطبراني من حديث أبي أيوب أيهم يرفعها، ولا تعارض لأنهم يكتبونها ثم يصعدون بها. أول روي بالضم على البناء، أول روي بالضم على البناء لأنه ظرف قطع عن الإضافة، وبالنصب على الحال قاله السهيلي. وأما أيهم فرويناه بالرفع، أيهم بالرفع مبتدأ خبره يكتبهن، قاله الطيبي. الطيبي هذا لتعقب الزمخشري في تفسيره، واسمه حسين بن محمد، توفي 43 و700. قاله الطيبي وغيره تبعا لأبي البقاء في إعراب أبي البقاء العكبري في إعراب قوله تعالى أيهم يكفل مريم، قال وهو في موضع نصب، والعامل فيه ما دل عليه يلقون، وأيهم وأي استفهامية، والتقدير مقول فيهم أيهم يكتبهن، ويجوز نصب أيهم بأن يقدر المحذوف، نعم ينظرون أيهم على قول سيباويه، أي موصولة، أي موصولة، نعم، والتقدير يبتدرون الذي يكتبهن أول. وأنكره جماعة من المصريين، واستشكل تأخير رفاعة
إجابة النبي صلى الله عليه وسلم على الرواية التي ذكر أنه لم يجبه أولا وثانيا، حتى كرر سؤاله ثلاثا مع أن إجابته واجبة. وعلى من سمع رفاعة إجابة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة حتى ولو كنت في صلاة، ولذلك نص المالكية على ذلك. نعم، والرجل الذي ناداه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، ثم بعد ذلك أجابه واعتذر بأنه كان في صلاة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الإجابة واجبة في جميع الحالات. نعم، قلنا مع أن إجابته واجبة، بل وعلى من سمع رفاعة، وعلى من سمع رفاعة، ما فيش حد قال لا. يعني الغرابة أن لا رفاعة أجاب ولا من سمع رفاعة، وأكيد يعني بعض الناس سمعوا الذي كان على يمينه والذي كان على شماله سمعوه، ومع ذلك لم يتكلموا. الحق سببها الخوف، هي سببها الخوف. نعم، بل ولا على من سمع رفاعة، فإنه لم يسأل المتكلم وحده، لأنه قال من المتكلم آنفا، ما طلبش من إنسان معين، ولكن طلب تعيين ما المتكلم. فإنه لم يسأل المتكلم وحده، وأجيب بأنه لما لم يعين واحدا بعينه، لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكلم ولا من واحد بعينه، فكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب، كل واحد عابي على الثاني. نعم، وحمله على ذلك خشية، هذه العلة هي، وحملهم على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيء، ظنا منهم أنه أخطأ فيما فعل، ورجوا أن يعفى عنه. ففهم صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال من القائل الكلمة؟ فإنه لم يقل بأسا، ولما طمنهم وأن ما فيها شيء تحدث الذي كان قد تكلم بها، فقال أنا قلتها، لم أرد بها إلا خيرا، كما في أبي داود عن عامر بن ربيعة، وعند ابن قانع قال رفاعة فوددت أني خرجت من مالي وأني لم أشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة. رجل من شدة الخوف، خوف أن يكون قد فعل شيئا يوجب ذنبا. وللطبراني عن أبي أيوب فسكت الرجل ورأى أنه قد هجم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كرهه، فقال من هو؟ فإنه لم يقل إلا صوابا. هذه الخلاف، خلاف في المعنى، كل واحد عبر عن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا حرفا وإنما معنى الكلام. نعم، فإنه لم يقل إلا صوابا. قال الرجل أنا يا رسول الله قلتها أرجو بها الخير. ويحتمل أن المصلين لم يعرفوه بعينهم لإقبالهم على صلاتهم، أو لأنه في آخر الصفوف فلا يرد السؤال في حقهم، حتى لو كان في آخر الصفوف إلا أن يكون صلى وحده في الصف، وأما إذا كان حتى في آخر الصف لابد أن يكون بجانبه بعض المصلين. قال الباجي لم يرى مالك العمل على حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وكره للمصلي أن يقوله، يريد في قضية الكراهة هذه، يريد لم يرها من الأقوال المشروعة كالتكبير وسمع الله لمن حمده. عن ذلك أنه يعني هذا نوع من التأويل على كراهة مالك، كيف وقد ثبت الحديث عنده وقد رواه في موطئه،
فيكون الكلام يعني لم يساوي هذه الكلمة التي ذكرها الصحابي وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يساويها ببقية الأذكار المشروعة. سمع الله لمن حمده، هذه دائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، لكن الزيادة هذه هل ترقى إلى مصاف ما كان يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو لها حكم آخر يكون دون ذلك؟ علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وكره المصلي أن يقوله يريد، لم يرها من الأقوال المشروعة كالتكبير وسمع الله لمن حمده. والحديث رواه البخاري وأبو داود في الصلاة عن عبد الله بن مسلمة وأحمد عن عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن مالك به، وأخرجه النسائي ولم يخرجه مسلم. باب ما جاء في الدعاء. وبالسند المتصل إلى عبيد الله بن يحيى قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وبه قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، أقضي عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. قال الإمام الزرقاني: ما باب ما جاء في الدعاء. هو من أشرف الطاعات أمر الله به عباده فضلا وكرما، وتفضل بالإجابة، يعني هو الآمر بأن يدعوه وقد وعد بالإجابة، وكل ذلك تفضلا، وتفضل بالإجابة يعني أمر بها، أمر بالدعاء وتعهد وتفضل زيادة بأن يجيب هذا الداعي، وتفضل بالإجابة فقال: ادعوني أستجب لكم. وروى أحمد بإسناد لا بأس به عن أبي هريرة مرفوعا: من لم يدعو الله غضب عليه. ولأبي يعلى عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه في حديث: وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. وقيل المراد في الآية العبادة مش الدعاء المعروف، لقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. والدعاء بمعنى العبادة كثير في القرآن، كقوله: إن يدعون من دونه إلا إناثا. وأجاب الأولون بأن هذا ترك للظاهر، ويعني الظاهر هو الدعاء المصطلح عليه المعروف. وقال التقي السبكي الأولى حمل الدعاء على ظاهره. وأما قوله عن عبادتي فوجه الربط أن الدعاء أخص من العبادة، هو جزء منها بطبيعة الحال، لا العبادة تحوي الدعاء والدعاء جزء من العبادة لا كلها، أخص من العبادة. فمن استكبر عن الدعاء طبيعة الحال لأنها داخلة فيه. وعلى هذا فالوعيد إنما هو في حق من ترك الدعاء استكبارا، ومن فعل ذلك كفر. طبيعة الحال كانوا استكبارا لا شك أنه يخرج من الملة، انتهى. وتخلف الإجابة على موضوع آخر، لماذا الإجابة تتخلف مع أن الله وعد بتحقيقها؟
وتخلف الإجابة إن الإجابة إنما هو لفقد شروط الدعاء التي منها أكل الحلال الخالص وصون اللسان والفرج. واستشكل حديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. استشكل ذلك لأن هذا الحديث المقتضي لفضل ترك الدعاء، لفضل تركه بسبب الاشتغال بالذكر، لفضل ترك الدعاء حينئذ مع الآية المقتضية للوعيد الذين يستكبرون عن عبادتي، قلنا العبادة هي الدعاء في قول كثير من الناس. حينئذ مع الآية المقتضية للوعيد الشديد على تركه، وأجيب بأن العقل، قال الإجابة صوفية، وأجيب بأن العقل إذا استغرق في الثناء كان أفضل من الدعاء، لأن الدعاء طلب الجنة، والاستغراق في معرفة جلال الله أفضل من الجنة. أما إذا لم يحصل الاستغراق فالدعاء أولى لاشتماله على معرفة الربوبية وذل العبودية. هذا كله يعني يراه تحت خطوط، وإلا فإن الدعاء من أفضل العبادات، ومن يعني لا يعرف أن الأنبياء والرسل كانوا يستغرقون في حب الله سبحانه وتعالى ومع ذلك ما تركوا الدعاء، فلا يدعي أحد أنه فعل شيئا أفضل مما فعلوا. والصحيح استحباب الدعاء، استغراق ولا في استغراق، والصحيح استحباب الدعاء. ورجح بعضهم تركه استسلاما للقضاء. هذا رأي بعض الناس، قالوا كأن يعني الدعاء تريده من المولى عز وجل أن يغير ما كتب، ولذلك تستسلم للقدر عندهم أفضل، وهذا مردود عليه. نعم، قلنا إيه، وأجيب بأن العقل إذا استغرق، فهمنا هذه. ورجح بعضهم تركه استسلاما للقضاء، وقيل إن دعا لغيره فحسن، وإن خص نفسه فلا، هذه كلها مردود. هذا وقيل إن وجد في نفسه باعثا للدعاء استحب وإلا فلا، على قضية يعني كأن النية متجهة ومتوفرة، وإلا يعني في حالة غفلة ففرق بين الوقتين. مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، هذا أشهر أسمائه، وإلا فإن أسماءه اختلف فيها اختلافا كبيرا، لأنه اشتهر بكنيته، أو عمرو بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة، أي مستجابة يدعو بها، أي بهذه الدعوة مقطوع فيها بالإجابة، وما عداها على رجاء الإجابة على غير يقين ولا وعد. وبهذا أجيب عن إشكال ظاهر بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة، أيش دعوة واحدة إذن؟ لما فهمنا بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم ومن القرآن الكريم أن كثير من الأنبياء استجيب لهم أكثر من مرة، فكيف تكون دعوة واحدة هي المستجابة؟ لكن حتى كلام الأول يدل على أن الدعوة الوحيدة هذه إجابتها مضمونة يقينية، والبقية قابلة، وما هو قابل بالإجابة قد يجاب، وبالتالي لا تعارض ولا تناقض. وبهذا أجيب عن إشكال ظاهر بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة، ولا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
وبأن معناه أفضل دعوات كل نبي، ولهم دعوات أخرى، وبأن معناه لكل منهم دعوة عامة، مش يعني ما تخصش النبي نفسه، دعوة عامة مستجابة في أمته، إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم. وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب ومنها ما لا يستجاب، وقيل لكل منهم دعوة تخصه لدنياه أو لنفسه، كقول نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وقول زكريا: رب هب لي من لدنك وليا، وقول سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. حكاه ابن التين وقال ابن عبد البر: معناه عندي أن كل نبي أعطي أمنية يتمنى بها، لأنه محال أن يكون نبينا أو غيره من الأنبياء لا يجاب من دعائه إلا دعوة واحدة، وما يكاد أحد يخلو من إجابة، إحكاء المؤمنين بصورة عامة، وما يكاد أحد يخلو من إجابة دعوته إذا شاء ربه. قال تعالى: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. وقال صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم لا ترد ولو كانت من كافر. وقال عليه السلام: ما من داع إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له فيما دعا، وإما أن يدخر له مثله، وإما أن يكفر عنه. يدخر له مثله يعني في الآخرة يوم القيامة، وإما أن يكفر أي عنه من الذنوب. وجاء في ساعة الجمعة: لا يسأل فيها عبد ربه شيئا إلا أعطاه. وقال في الدعاء بين الأذان والإقامة وعند الصف في سبيل الله، أي عند الجهاد، في الدعاء بين الأذان والإقامة وعند الصف في سبيل الله وعند الغيث وغير ذلك، هذه كلها ورد فيها أن الإجابة فيها، السؤال فيها مستجاب، الدعوة فيها مستجابة. فأريد أن أختبئ بسكون المعجمة وفتح الفوقية وكسر الموحدة فهمزة أي الدخرة، دعوتي أي المقطوعة بإجابتها، ادخرها ليه؟ شفاعة، هذا مفعول لأجله، شفاعة لأمتي في الآخرة في أهم أوقات حاجتهم، هذا كل وقت، نعم كلهم مضطرون إلى ذلك وينتظرون هذه الشفاعة، هذه الدعوة في أهم أوقات حاجتهم. ففيه أي في هذا الحديث وفي هذه القولة فيها ماذا؟ كمال شفقته على أمته صلى الله عليه وسلم ورأفته بهم، وفيه أيضا اعتناؤه بالنظر في مصالحهم، جزاه الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته. قال ابن بطال: في الحديث بيان فضيلة نبينا على سائر الأنبياء حيث آثر أمته على نفسه وأهل بيته بدعوته المجابة، ولم يجعلها أيضا دعاء عليهم كما وقع لغيره ممن تقدم. وقال ابن الجوزي: هذا من حسن تصرفه صلى الله عليه وسلم، لأنه جعل الدعوة فيما ينبغي، ومن كثرة كرمه لأنه آثر أمته على نفسه، ومن صحة نظره لأنه جعلها للمذنبين من أمته لكونهم أحوج إليها من الطائعين. هذا وقول بعض شراح المصابيح: جميع دعوات الأنبياء مجابة. والمراد بهذا الحديث
أن كل نبي دعا على أمته بالإهلاك إلا أنا، فلم أدعو، فأعطيت الشفاعة عوضا عن ذلك للصبر على أذاهم. والمراد بالأمة أمة الدعوة لا أمة الإجابة. تعقبه الطيبي، تعقب ماذا الطيبي؟ قول بعض شراح المصابيح. نعم، تعقبه الطيبي بأنه صلى الله عليه وسلم دعا على أحياء العرب وعلى أناس من قريش بأسمائهم، ودعا على رعل وذكوان ومضر. هذه كلها تعرفون مناسباتها. نعم، رعل وذكوان في قصة القراء، أنت معونة السبعون من القراء الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا الناس، فخانوهم بعض الأحياء من العرب، فخانهم بعض الأحياء من العرب وقتلوهم، والقصة مشهورة معروفة. نعم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ومضر دعا عليها كذلك. وبالنسبة لرعل وذكوان والدعاء عليهم، يعني متفق على حديثه، أي البخاري ومسلم. وأما مضر فقد رواه الحاكم في المستدرك. نعم. والأولى أن يقال جعل الله لكل نبي دعوة تستجاب في حق أمته، فنالها كل منهم في الدنيا. وأما نبينا فإنه لما دعا على بعض أمته نزل عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، فأبقى تلك الدعوة المستجابة مدخرة للآخرة، وغالب من دعا عليهم لم يرد إهلاكهم، وإنما أراد ردعهم ليتوبوا. قال: وأما جزمه أولا بأن جميع أدعية الأنبياء مجابة، هذا رد كذلك على ما قاله شارح المصابيح، فغفلة عن الحديث. أي حديث؟ سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف. فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، الحديث انتهى. هي قضية طلب من الله سبحانه وتعالى أن لا يغرق أمته، وأن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم، والتي منعه إياها أن يسلط بعضهم على بعض. ولذلك هذه لا يوم القيام تلقى ما فيش نكبة صارت للمسلمين إلا من الداخل. نعم، حتى لو جاءهم عدوهم من الخارج فإنه لا يستطيع أن يفعل شيء دون أن يعينه من بالداخل. نعم، سبحان الله العظيم، هذه المعجزات. الحديث انتهى. وفيه إثبات الشفاعة، أي في الحديث الذي نحن بصدده، لأن قال شفاعة لأمتي في الآخرة. وفيه إثبات الشفاعة. قال ابن عبد البر: وهي ركن من أركان اعتقاد أهل السنة. قال: وأجمعوا على أن قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هو الشفاعة في المذنبين من أمته، إلا ما روي عن مجاهد أنه جلوسه على العرش. يعني بعض العلماء يرون أن المقام المحمود هو يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يضعه ربه على عرشه، إلا ما روي عن مجاهد أنه جلوسه على العرش. وروي عنه كالجماعة، يعني روايتان عن مجاهد. ولما كانت الرواية الثانية تناسب وتساوي قول الجمهور أصبح إجماعا. نعم، وروي عنه كالجماعة فصار إجماعا. وقد صح نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد الشفاعة وردت أحاديث كثيرة، وأحاديث، ولذلك قال الزرقاني: وأحاديث الشفاعة متواترة.
صحاح منها شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا رواه أحمد ويعني ومسند أبي داود الطيالسي كذلك بسند صحيح. وقال جابر: من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة. يعني جابر فهم أن القضية خاصة بالكبائر، أنه قال يعني شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، إذن اللي ما عندهش كبائر ليس محتاجا إلى الشفاعة، هذا ظاهر القول. نعم، مع أن هذا يعني نعم فيه نوع من الضعف القول هذا، لأن الناس كلهم بصورة عامة محتاجون إلى الشفاعة. إذا قلنا بأن الشفاعة للعاملين الكبائر بس، نعم هذا صحيح، ولكن الشفاعة أنواع. شفاعة لأهل الكبائر هذه التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذه خاصة، وهذه بطبيعة الحال لا يطلبها الإنسان. لماذا لا يطلبها؟ لأنه إن طلب أن يكون من هذا النوع، أن يدخل في هذه الشفاعة من هذا النوع، معنى ذلك أنه طلب أن يكون من أهل الكبائر، ولا يوجد مسلم يطلب أن يكون من أهل الكبائر. نعم. النوع الثاني من الشفاعة شفاعة للصغائر كذلك، الذنوب بصورة عامة، وهذه لا يخلو منها إلا من شذ. الثالثة أنها زيادة في الدرجات، فمن شفع له النبي صلى الله عليه وسلم يرقون أعلى الدرجات يوم القيامة، يعني أكثر وزيادة على ما يستحقون عن بأعمالهم، مع أنه ورد حديث بأنه لا يدخل الجنة أحد بعمله، حتى قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقال جابر: من لم يكن من أهل الكبائر فما له للشفاعة. ولا ينازع في ذلك إلا أهل البدع، انتهى. وهذا الحديث رواه البخاري في الدعوات، قال: حدثني إسماعيل قال: حدثني مالك به، ومسلم من طريق ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعا به، فلمالك فيه إسنادان. مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه قال أبو عمر أي ابن عبد البر: لم تختلف الرواة عن مالك في سنده ولا في متنه، ورواه ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر، الموجود أنا عندي في نسخ تراني أبو شيبة، أنا أعرف أن نسخكم إيش فيها، ابن أبي شيبة، لا ابن أبي شيبة هذا مش أبو شيبة، أنا أبو شيبة. رواه ابن هو الكلام هذا الزرقاني واخذه من ابن عبد البر، وابن عبد البر صرح بأنه ابن أبي شيبة، هذا من ناحية. من ناحية ثانية يعني في المصنف، ها صاحب المصنف صاحب المسند أيضا. نعم. وروى ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن يحيى ابن سعيد عن مسلم ابن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول، قال وهو مرسل، فمسلم تابعي، مسلم بن يسار: اللهم فالق الإصباح، قال الباجي أي خلقه وابتدأه وأظهره، هذا تفسير لكلمة خلق، هو خالق وفالق أي فالق الإصباح، وجاعل أيوة اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا أي يسكن فيه. قال الباجي: الجعل لغة الخلق، والحكم والتسمية، له ثلاث معاني، فإذا تعدى إلى مفعول واحد فهو بمعنى الخلق، كقوله: وجعل الظلمات والنور، وإلى مفعولين فيكون بمعنى الحكم والتسمية، نحو وجعل الملائكة، تسمية على الأخيرة، هذا المثال لها، مازال ما جابش قضية معنى الحكم والتسمية، أي بمعنى التسمية، نحو وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا،
عبادة طبعا، لأنه هو أكيد كاتبها عنده، لكن اللي يطبعوا كيف تكون عنده؟ وما يعرفوا شيء إلا عاصم. وهذه مش في حتى التفاسير الثانية، ابن جزي كل المصحف اللي وضعوه مع الشرح مع التفسير متاعه كلها رواية حفص عن عاصم، والراجل يعني يكتب عن نافع. نعم، حتى هنا يقول لك هذه كيف تجي عنده، درع عباد. قلنا ماذا؟ ايوه، وبمعنى الخلق كقولهم الحمد لله الذي جعلني مسلما، اي خلقني مسلما. فقوله وجاعل الليل سكن وجاعل الليل سكنا يحتمل الوجهين، والشمس والقمر حسبانا، قال ابو عمر اي حسابا، اي بحساب معلوم، وقد يكون جمع حساب كشهاب وشهبان. وقال الباجي أي يحسب بهما الأيام والشهور والأعوام. قال تعالى والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. أقضي عني الدين. قال ابن عبد البر الأظهر فيه ديون الناس، يعني كأنه دعا لأمته. نعم، قال ابن عبد البر الأظهر فيه ديون الناس، ويدخل في ذلك يعني ديون الناس يعني اللي يبهم النبي صلى الله عليه وسلم، أقضي عني. هذا كون قلنا القضية خاصة به، وإذا قلنا هذا يتكلم باسم أمته معناها أقضي عن أمتي ديونهم، ويدخل في ذلك نوعان من الديون. ديون الناس يعني اللي بهم منهم الناس، والثانية ديون الله سبحانه وتعالى، حتى هي يطلق عليها ديونا. الأظهر، قال ابن عبد البر الأظهر فيه ديون الناس، ويدخل في ذلك ديون الله تعالى. وفي الحديث دين الله أحق أن يقضى، فعبر عنه بأنه دين. وأغنني من الفقر، لأنه بئس الضجيع. وقد ورد في الحديث هذا اللفظ، عبر عن الجوع هو في الحديث، فإنه بئس الضجيع. نعم، هذا في سنن أبي داود بإسناد حسن، لأنه بئس الضجيع. وهذا الفقر هو الذي لا يدرك معه القوت، يعني واحد خلاص ما عادش يحصل حتى ما يأكل، هذا الفقر اللي حكوا عليه. لأن مش معنى ذلك أنه يطلب الغنى، لأن كل الناس الذين تحدثوا عن هذه المسألة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الكفافة، لا يبو منا ولا عنده الزايد، اثنين لا. نعم، الذي لا يدرك معه القوت، وقد أغناه الله تعالى كما قال ووجدك عائلا فأغنى. ولم يكن غناه أكثر من اتخاذ قوت سنة لنفسه، يعني لا يخرجه عن أنه بين الفقر والغنى وعياله، لنفسه وعياله. والغنى كله في قلبه ثقة بربه. وقال يعني وقد ثبت أنه قال اللهم ارزق آل محمد قوتا. نعم، ما قالش أغنهم قوتا. هذا الحديث رواه البخاري. ولم يرد بهم إلا الأفضل. إذن الأفضل هو أن الإنسان عنده قوت عامه. نعم، لا يحتاج للناس، ولكن ليس لديه الزائد. اللهم ارزق آل محمد قوتا. ولم يرد بهم إلا الأفضل، وقال ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وهذا رواه ابن حبان بسند صحيح. وكان يستعيذ من فقر مبئس وغنى مطغن. هذا الوصف الفقر بأنه مبئس يعني أورده ابن عبد البر في كتاب الاستذكار
بسنده بطبيعة الحال. وكان مطغن ويستعيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد من فتنة الغنى والفقر. نعم، يستعيد من فتنة الغنى والفقر. وقد أورد الحديث حديث الاستعادة من الغنى والفقر، يعني كليهما لأنهما فتنة، أبو يعلى في مسنده. وقال: اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هذا الحديث بعضهم ضعفه وبعضهم صححه، نعم، لكن الشيخ الألباني رحمه الله صححه، نعم، وهو في المستدرك وغيره. ولكن بقيت: ولا تجعلني جبارا شقيا. هذا ما لم أجده إلا في الاستذكار، ذكره ابن عبد البر تكملة لهذا الحديث: اللهم احيني مسكينا إلى آخره. لكن هذه المسكين هنا، نعم، بسنده هو، نعم نعم، والمسكين هنا المتواضع لا السائل. لماذا لماذا لم يفهم السائل؟ لأن النبي لأنه صلى الله عليه وسلم كره السؤال، والنهي عن كثرة السؤال معروف، قد ورد فيه حديث متفق عليه، كره السؤال ونهى عنه وحرمه على من يجد ما يغذيه ويعشيه. والآثار في هذا كثيرة، وربما ظهر في بعضها تعارض، وبهذا التأويل تتقارب معانيها. فمن آتاه الله سعة وجب شكره عليها، ومن ابتلي بالفقر وجب عليه الصبر، إلا أن الفرائض تتوجه على الغني وهي ساقطة عن الفقير، والقيام بها فضل عظيم، وللصبر على الفقر ثواب جسيم. وقد ألف العلماء في التفرقة بين الغني والفقير أيهما أفضل كما هو معلوم. نعم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وخير الأمور أوساطها. أشار له أبو عمر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.